يعني أول مرة هقول ده بس عشان تفهموا اهتمامي بهذه القضية. أنا عندي أختي الكبيرة عندها كانسر، وكانسر صعب شوية. الكانسر بيجيب معاه اكتئاب، بيعمل حالة نفسية سيئة. يعني كل الكلام اللي ممكن تقولوه أنا بقوله كتير علشان أرفع من معنوياتها، أنا مطمئن إنها نايمة ومش سامعاني، لكن مسألة صعبة قاسية فوق ما تتخيلوا، إن الإنسان يقدر يتعامل مع هذا المرض، والمقاومة دي لها دور وبترفع المناعة. عندي أصدقاء كتير أصابهم السرطان في الفترة الأخيرة بشكل مفاجئ، يعني مغصايا يطلع ورم بقاله شوية، أمراض أورام الثدي عند النساء. يعني بقت المسألة، وعشان كده أنا كنت جايب العالم الكبير الدكتور حمد عبد العظيم نتكلم في الأورام، لأنها بقت مسألة صعبة. لكن لما بلاقي طاقة نور ولاقي فنانة لبنانية جميلة لها قصة مع أورام السرطان في أكتر من مكان، ولكنها نجحت في أن تحول المأساة إلى أمل، وهي بتتحدى هذا المرض بالمسرح. عملت مسرحية اسمها مورفين. المسرحية من الألم تضحك، ومن البكاء تضحك، وهي بتصدر طاقة إيجابية وتحدي رهيب تستحق عليه كل تحية وتقدير. هي القمر اللي انتوا شايفينها دي لما قررت انها تزيل شعرها بالكامل. هي ما عندهاش شيء تخجل منه المرض. اي حد، ده انا دلوقتي لما بكح بقلق واروح اعمل اشعه على صدري. مساله بقت مفزعه بجد، لان اللي حوالينا فجاه بدون مقدمات بنلاقي ده. علشان كده القديره الموهوبه سوسن شوربه، هي اسمها كده يعني هتصححهولي، شاوربة، اوكي عايزة الف دي، سوسن شاوربة، عملت رسالة مهمة بالفن. ايه اللي حصل مع الفنانة سوسن؟ واجهت ألمها ازاي؟ عايزة تقول لنا ايه من خلال المسرح؟ هي معي من بيروت. اهلا وسهلا فنانتنا القديرة المحترمة سوسن. أهلا فيك وشكرا على المقدمة الحلوة، خجلتني بكلامك. أنت اللي حلوة وجميلة وبتعملي حاجة عظيمة، ممكن تدي أمال لملايين المرضى في كل العالم العربي. ممكن تحكي قصتك الأول، يعني قصتك مع هذه المحنة الكبيرة؟ طبعا. كان عمري 33 سنة، يعني عمر صغير طبعا، بعدني بعز شبابي، وكان عندي ولدين كانوا بعدهم صغار. انصبت بسرطان الثدي، وعرفت من وراء وجع ظهر، يعني بالصدفة، لأنه الحكمة بيطلبوا منا نعمل صورة على الأربعين، وأنا بعدني 33. كان درجة ثالثة وبلش انتشاره، فتم استئصال الثدي وعملت علاج كيميائي وأشعة، وكان مرحلة كتير صعبة، كان كتير علاج قاسي. أيوة. بس أنا من الأول قررت أنه بدي واجه هذا المرض بقوة، بدي واجهه بشجاعة، ما بدي خليه يغلبني. يمكن السبب الرئيسي كان ولادي، يعني ما كان بدي إياهم يتأثروا. طبعا ما بدي دافع إياهم يخسروني. طبعا دافع، بس أتعب وانوجع واتضايق من العلاج. الشيء الوحيد اللي بخليني كمل علاج هو ولادي، لأنه أيوة. بحاجة إلي. شفيت بعد سنتين علاج، وبس ضليتني فيك تقول يعني حساسة، كل كم شهر فحوصات وفولو أب. بعد 8 سنين بيرجع السرطان بطريقة مفاجئة على الكبد والعظم والرواية وعدة أماكن بالجسم. كان مفاجأة كتير كبيرة، وكان الحكيم قال بتعيش شهرين، وهذا الشيء أنا عرفته يعني. أيوة. كمان بكل شجاعة تحديت الموضوع، وأنا قلت لا، مستحيل، أنا مش رح موت من السرطان. قبليني موت بأي شيء تاني بس مش بالسرطان. كملت حياتي عادي،
سافر بروح بجي بشيل شعري بحط فولار بالصيف بحط بيروك بالشتاء من البرد، وبتاخدي بظهر بلا العلاج. شيء وباخذ العلاج. هلا انا بحب المسرح كثير، وعندي كذا تجربة بالمسرح ودارسة مسرح بكلية الفنون من أنا وصبية، بس عشق إلى المسرح صار يرجع يبين طول ما أنا بحالة وجع. كل ما نكون بوجع بنتذكر شغفنا. فقررت من شي سنة عملت مسرحية اسمها فولار، وهلأ أنا عم بعرض مسرحية جديدة اسمها مورفين، بحكي فيها عن السرطان والشجاعة اللي واجهت فيها السرطان، وبحكي فيها على إدماني على المورفين. يعني هي أنا ميلو لو دراما بعرف، ولا نص مسرحي متعدد؟ لا هي ميلودراما فيها ضحك وفيها لحظات مؤثرة، يعني بنحكي عن السرطان بس مش بطريقة موجعة، بالعكس. يعني أنا حبيت أعمل رسالة أمل للناس، لأنه اللي بيشوفني كيف تعاملت مع السرطان، إذا هو مريض بيشوف أمل، وإذا عنده حدا بالعيلة مريض كمان بحس بالأمل. بس بنفس الوقت المسرحية كوميدية، يعني في مفارقة بالموضوع، بس هي مسرحية مدة كوميدية عرضها قد إيه؟ ساعة وعشر دقايق. مش عايزة تيجي تعرضيها عندنا في مصر هنا؟ بتمنى، أنا مصر نقطة ضعفي، كل شيء له علاقة بمصر وبالمسار، وأنا ربيت على الزمن الجميل. وبالمسرحية في صورة لفريد الأطرش مبروزة ومحطوطة، وبيمرق أغاني لفريد الأطرش وعبد الحليم، بغنيهم بصوتي كمان، فأنا عندي ضعف على كل شيء فن مصري. نتمنى انك تيجي تنورينا وتدينا طاقة امل. وأنا بتمنى، وأنا بتمنى وكتير محتاجين يسمعوا الامل ده. طب طمنيني على حالتك دلوقتي. أنا هلأ بعمل كيمو نهار التنين، وبعرض مسرح نهار الجمعة والأحد. يعني القوة اللي باخدها من المسرح لأنه شيء بحبه وعندي شغف طب فيه. الدكتور ما قالكيش ان ده محتاج جهد وانت دي طاقة نفسية رهيبة الميلودراما، يعني بالعكس انت لوحدك. الدكتور اه ايه لحالي في تعب جسدي، بس الدكتور من أول الطريق بيقول لي أنا بحالتك شايف معجزة، أنت عم بتداوي حالك بانك تكوني اقوى من المرض. يعني انت ذكرت قبل شوي انه الطاقه الايجابيه بتعمل شيء بالجسم، بتقوي المناعه، صحيح. بتقوي الاعضاء، بتقوي النفسيه. والسرطان اذا مش نصه اكتر مواجهته بتكون بالمواجهه بالقوه، الاستسلام بمرض اكتر اه وبتعب اكتر. صحيح. فانا بس اقوم روح على المسرح بكون موجوعة، أنا ما عم بدعي إنه ما في وجع، في وجع وفي في جهد وفي طاقة. أوقات بحس حالي ما بقى عندي، بس لأني بحب المسرح ولأنه أنا عندي رسالة، بحس حالي بدي أمسك كل حدا عنده سرطان وأقول له اصحك تخليه قعدك بالفرشة، اصحك تخليه قعدك بالبيت. وأنت مثل ما شايف بكل بيت هلأ في حالتين أو ايوه ثلاثة، انتوا عندكم في لبنان بدنا كده نخلص. برضو، احنا عندنا بقى منتشر نعم كتير. نعم. نعم نعم أنا يعني بين أصحابي في 4 5 نساء عندهم سرطان ثدي، الرجال سرطان البروستات، بقرايبيني بأصدقائي سرطان الكولون، سرطان الرئة موجود كتير. يعني صار لازم بقى نحكي عنه بطريقة ما فيها هالتابو، مش نخاف منه وما نقول هيداك المرض، لأنه هو منه هيداك المرض، هو هيدا المرض الموجود ببيوتنا وبعائلاتنا صحيح، ما عادش بعيد. وبقرايبنا نعم. ابدا. يعني والعلاج اتطور كتير، واهم شيء الكشف المبكر. يعني لما واحد معه سرطان وين ما كان، حتى لو بالدماغ، اذا اكتشفوا بالاول بيكون طبعا. عباره عن مرحله بسيطه من العلاج، وبيرجع بكمل حياته. الاهمال هو اللي بيوصل للواحد يخسر حياته. الجمهور بتاعك في المسرحية بيبكي نعم ولا بيضحك ولا بيعمل الاتنين؟ بيعملوا اثنين بيعمل بصراحة، اثنين. الاتنين. ايه يعني بيجيلك بيحضر العرض ناس عندها هذا المرض السرطان؟ ايه طبعا، هو اول ناس بيجوا أول بياخدوا ناس. قوة، بياخدوا طاقة مني. كثير ناس بيبعتوا لي رسائل وبيحكوني من كذا بلد بالعالم بس لياخدوا طاقة، يسألوني كيف بتعملي هيك، وانا كثير بنبسط اني احكي معهم واعطيهم قوة. يا ريت بقدر اعديهم بهالقوة اللي عندي اياها، اللي انا اخذتها من حبي للحياة ومن ايجابيتي ومن شغفي بالفنون بشكل عام. يعني انا بعمل الاشياء اللي بحبها.
ربنا يتم شفائه عليكي ويعطيك الطاقه اكتر واكتر عشان تديها لينا ولكل الناس اللي بيعانوا من المرض ده، وانت قادره وهتنتصري باذن الله علشاننا وعشان اولادك وعلشان كل مريض بيعاني من ده يعرف ان بالمقاومه بيعلي المناعه بتاعته وبيقدر يهزم هذا المرض ان شاء الله. انا بحكي عن تجربه، عن جد القوه والشجاعة أكثر من نص العلاج، وبتمنى إنه كل الناس تدفع هيدا الشيء. وإحنا وبشكرك على منتظرينك الاستضافة. بس تقولي أنا جاهزة وهنقول لك يلا بينا تيجي تنورينا في مصر. على المسرح. شكرا. على المسرح. بتمنى. وعلى المسرح ده أنا عندي شكرا. مسرح برضه هفضلهولك وهخليك تعملي طيب المسرحية لايف. شكرا أكيد. تنوري الدنيا. بشكرك جدا. بتمنى. الفنانة شكرا. سوسن شاورما من بيروت كانت معنا متحدية المرض اللعين.